والاطلاع مشاهدينا على تفاصيل اكثر عن ما يجري على الارض في دير الزور. ينضم لنا عبر سكايب مباشره من عين عيسى السيد مصطفى بالي، ومدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطيه. استاذ مصطفى، قواتكم قوات سوريا الديمقراطيه تتقدم في دير الزور، تسيطر على نقاط جديده، المعركه في دير الزور في تقدم مستمر، ماذا جرى بالتحديد؟ ما النقاط الجديده التي تمت السيطره عليها؟ وبالنسب يعني كيف تبدو السيطره الى الان؟ نعم، مرحبا بكم. حقيقة قواتنا لم تعد على مسافة 2 كيلومتر من مدينة الصور، هي حررت استكملت تحرير مدينة الصور بالفعل. هذا اليوم تحركت قواتنا على أربع محاور. في المحور الأول تحركت من ناحية بلدة الجزرات، وكان هناك تقدم بمسافة ما يقارب 20 كيلومترا. في هذا المحور تعرضت قواتنا لهجوم انتحاري في منطقة الكبر، كان هناك شهداء حقيقة من مقاتلينا، لكن قواتنا ما زالت مستمرة في هذا المحور. بالمثل تم تطهير كامل المدينة الصناعية من الألغام والمفخخات، ومحور قرية سعد وناحية الصور تقدم قواتنا وأحكمت الطوق على ناحية الصور واقتحمتها من جهة الأربعة، وتم تحرير المدينة ساعات ما البلدة ساعات ما بعد الظهر. هي الآن تحت سيطرة قواتنا وجاري تطهيرها من المفخخات والألغام. المحور الرابع كان الانتقال نحو التقدم باتجاه بلدة مرقدة الاستراتيجية من محور قرية شناد، وهناك تقدم تقريبي بمسافة 25 كيلومتر في هذا المحور. قواتنا الآن على مشارف بلدة مرقدة، وستضع الخطة المناسبة لاستكمال تحرير هذه البلدة والانتقال إلى الضفة الأخرى للخابور، واستكمال تحرير كامل الجزيرة السورية شمال مدينة دير الزور وشرق نهر الفرات. طيب الدعم العسكري الذي تتلقونه، هناك ضربات قوى التحالف، وعلى الأرض كيف هي التجهيزات العسكرية لهذه المعركة؟ التجهيزات العسكرية هي ضمن الاتفاق الاعتيادي بين قوات سوريا الديمقراطية والشركاء في التحالف الدولي. هذه الأمور لم تعد من مواضيع ذات يعني إذا معركة جديدة، معركة دير الزور يعني تستحق هذا الاهتمام. طيب، الإعلامي هي معركة جديدة، نعم، لا هناك الإسناد بالتزخير والتسليح والدعم، لكن يعني ما الذي يختلف عن معركة الرقة؟ هذا ما قصدته سيد مصطفى إذا كنت تسمعني، ما قصدته أنه نعم. الفرق فيما يخص التجهيزات العسكرية عن معركة الرقة، معركة جديدة، يعني نتحدث عن كل شيء جديد. نعم، المعركة جديدة بالطبيعي، وبالتأكيد هناك فيها أشياء جديدة، وهناك استمرار للتعاون على مستوى التسليح وعلى مستوى تقديم الدعم لما تحتاجه المعركة من معدات، هذا أمر طبيعي. شكرا لك على هذه المداخلة. من عين عيسى، مصطفى بالي مدير مركز إعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب.